بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة جاي نتكلم معاكم عن النزلة المعوية، منتشر في كل العيادات، يعتبر من أشهر الحاجات اللي موجودة في العيادات. جاسترو انتريتس انتريتس بالتركي وبالانجليزي. يعني النهارده هنلخص ليكم كل الكلام اللي يجب ان تعلموه في النزله المعويه. العناصر اللي هنتكلم فيها بشكل رئيسي، خلونا نقول ان احنا هنتكلم التشخيص، ثاني حاجه هنتكلم عن الاسباب، هنتكلم عن المشاكل المصاحبه، رابع حاجه هنتكلم عن العلاج، خامس حاجه بقى والجديد معانا واللي احنا واللي انتم متعودين علينا، ان احنا بقدر الامكان نقول لكم البدائل الطبيعية. نقول ان دي عدوى بالجهاز الهضمي، نزلة معوية يبقى فيه اسهال، يعني عشان نفترض ان في نزلة معوية عندنا يبقى لازم يكون عندنا اسهال عشان نقول ان هنا نزلة معوية. يكون احيانا مصحوب مع الاسهال ترجيع وقيء وسخونية اللي هي الدياريا او الاسهال بشكل اخص. لو جينا مثلا وليكن نتكلم عن النزله المعويه عند الاطفال، بتبقى اشهر عرضين اللي هو الترجيع مع الاسهال واحيانا سهونيه واحيانا سخونيه. لكن بشكل عام لو احنا بنتكلم عن النزله المعويه في اسهال، ممكن نفترض ان في نزله معويه مع الاسهال يكون في ترجيع او قيء او سخونيه او تقلصات ومغص. ده كده بشكل اساسي، ده كده رقم واحد. تاني حاجه لما نيجي نتكلم عن النزله المعويه لازم نعمل فحص البطن. نعمل فحص البطن ليه؟ علشان نتاكد انها مش مشكله جراحيه. دي كده تاني حاجه ممكن نتكلم فيها. الاسباب تعالوا نتكلم عن الاسباب. الاسباب بتاعتنا نقدر نقسمها لثلاث حاجات اساسيه. ممكن تكون عدوى بكتيريه بكتيريال انفكشن، او عدوى فيروسيه فايرال انفكشن، او طفيليات في الامعاء باراسايتس. يبقى احنا قلنا قد تكون عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه او طفيليات في الامعاء، وقد تكون النزله المعويه بتاعتنا تكون بسبب تسمم، زي تسمم المبيدات الحشريه والقرص الغله او يعني بعض الاشياء الاخرى بشكل عام. طب يا دكتور، ما نيجي نتكلم عن النزله المعويه، ايه هي الاعراض المصاحبه او المشاكل المصاحبه للنزله المعويه؟ المشاكل المصاحبه للنزله المعويه نقدر نقول ان الحاجه الاولانيه عندنا الجفاف. علشان كده اول حاجه لازم نفكر فيها لو عندنا نزله معويه، سواء كان طفل، سواء كان كبير، سواء كان مراهق، سواء كان ايا كان الشخص اللي عنده نزله معويه، اول حاجه لازم نعوض الجفاف طريق ان احنا ناخد سوائل كافيه، نشرب كميات ميه كافيه. بالنسبه للاطفال ممكن يوصل الامر ان احنا ناخد محاليل جفاف الاطفال. طب يا دكتور احمد، انت ازاي بتعرف الجفاف عندك في العياده؟ بشكل بسيط قوي اما نيجي نتكلم عن الجفاف، لو احنا مثلا وليكن عشان الموضوع يبقى بسيط، لو احنا شدينا بطن العيان، يعني خلينا نشوف بطن العيان كده، وشدينا بطن العيان لبره بترجع بصعوبه. لما تشد بطن العيان لبره بترجع بصعوبه، مش زي مثلا وليكن لو انا شديت بطني تخش بسرعه، لكن ما ترجع بصعوبه يبقى كده نقدر نقول ان الشخص ده عنده جفاف، عنده جفاف اما نلاقي فيه صعوبه في رجوع البطن. دي كده رقم واحد. تاني حاجة بنعرف بيها الجفاف، بنلاقي العين بتاعته بدل ما هي عين طبيعية نلاقيها مشفوطة وداخلة لجوه. يبقى عين العيان لما تكون مشفوطة وداخلة لجوه، بس مش الطبيعي بتاعه، مش الطبيعي بتاعه. ما نقدر نتكلم عن إن 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 من ضمن الأعراض الأساسية للجفاف بتاعنا، يبقى من ضمن الأعراض الأساسية للجفاف اللي عندنا، يبقى قلنا ممكن عينيه تبقى مشفوطة وداخلة لجوه، مع العين المشفوطة اللي داخلة لجوه يبقى ما نيجي نشد بطن العيان ترجع بصعوبة لما تشدها لبره. ايه تاني ما نيجي نسال العيان بتاعنا، ما نيجي نسال العيان بتاعنا عن كميه البول بتاعته، نلاقي كميه البول بتاعته قليله جدا. ما نيجي نشوف النسبه الطبيعيه، نسبه البول بتاعته قليله. دي كده الحاجات الاساسيه اللي احنا نتكلم فيها بشكل رئيسي. طب العلاج يا دكتور احمد بيكون ايه؟ اما نيجي نتكلم عن العلاج، بنتكلم ان احنا مثلا وليكن بنكتب اربع حاجات اساسيه، بنكتب مضاد حيوي مع المضاد الحيوي، بنكتب حاجه علشان الاسهال، وحاجه علشان الترجيع، وحاجه كمسكن وخافض للحراره. ديت الحاجات اللي احنا ممكن مثلا وليكن نتكلم فيها بشكل مستمر. فاحنا دلوقتي مثلا لو هنيجي نتكلم، اول حاجه قلنا في الروشته بتاعتنا محتاجين مضاد حيوي، فما نيجي نتكلم عن المضاد الحيوي اول حاجه ممكن نكتبها في الروشتة بتاعتنا، بنكتب حاجة اسمها سيبروفلوكساسين. دي المادة الفعالة. في حاجات كتيرة
سيبروفلوكساسي في حاجات كتيره طبعا 500 التركيز بتاعنا وده عباره عن اقراص. السيبروفلوكساسين ده في منتجات كتيره جدا موجوده في الماركت نقدر نستخدمها. يعني للسيبروفلوكساسين نقدر نقول ان في حاجات كتيره جدا ممكن مثلا وليكن نلاقي حاجه السيبرو برده 500 نقدر نقول ان هو يعتبر من ضمن الحاجات الفعاله جدا اللي احنا ممكن نستخدمها وتكون فعاله موجوده عندنا. ده مثلا وليكن زي مثلا في حاجه اسمها السيبرو اللي هو العادي وفي يعني منتجات كتيره جدا في الماركت. لكن اللي انا عايز اقوله بشكل اساسي احنا مثلا وليكن تكلمنا على سيبروفلوكساسين كانتي بايوتيك كحاجه موجوده عندنا كانتي بايوتيك نقدر نقول ان هو السيبروفلوكساسين. السيبروفلوكساسين ال 500 تابلت ده كده المضاد الحيوي اللي بيتكتب. بس عايز اقول لكم حاجه يا جماعه الخير اللي سيبروفلوكساسين يكتب في حاله العدوى البكتيريه لا يكتب في حاله العدوى الفيروسيه. طب يا دكتور انا اعرف العدوى البكتيريه من العدوى الفيروسيه ازاي؟ العدوى البكتيريه الاعراض بتاعتها تبقى كبيره جدا منلاقي عنده سخونيه تبقى السخونيه عاليه جدا ما نيجي نتكلم بيبقى في دم في البراز وده اللي بياكد لنا ان يكون عندنا يعني ان عندنا عدوى بكتيريه عندنا. طبعا ممكن تبقى عدوى بكتيريه عدوى فيروسيه ممكن ناس المعويه لها ثلاث حاجات زي ما ممكن قد تكون عدوى او عدوى فيروسيه او طفيليات في الامعاء او ممكن كنتيجه لبعض التسمميات الاسباب حتى نسينا نقولها في البدايه اللي هي عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه او طفيليات في الامعاء او تكون بسبب تسمم زي تسمم الفسيخ او غيره. ده كده بشكل مختصر. لكن اللي انا عايز اكد عليه هذا المضاد الحيوي اللي احنا كتبناه لا يكتب فقط الا في حاله العدوى البكتيريه عشان الدكاتره اللي بتكتب عمال على بطال المضادات الحيويه في كل الحالات يعني رجاء ان نتقي لها شويه ونحاول قدر الامكان مش عايزين نضعف الجهاز المناعي بتاعنا من خلال كتابه المضادات الحيويه. المضاد الحيوي ده اخر حاجه ممكن نفكر فيها. فاحنا نتكلم دلوقتي ده المضاد الحيوي بتاعنا. احنا دلوقتي عندنا طلع مثلا وليكن عندنا ترجيع. ايه الترجيع؟ من اشهر الحاجات الموجوده للترجيع او القيء بشكل اساسي ممكن بنكتب حاجه نقدر نقول البريمبران. البريمبران تابلت ده عباره عن قرص. البريمبران تابلت ده عباره عن قرص نقدر نقول ان ده قرص قرص ثلاث مرات يوميا. ده بالنسبه للبريمبران اللي احنا قلنا دي حاجه مضاده للترجيع. يبقى احنا قلنا حاجه مضاده حيوي وقلنا حاجه مضاده للترجيع. نكتب حاجه علشان الاسهال اللي هو العرض الاساسي اللي احنا اصلا افترضنا ان في نزله معويه بسببه. بناخد حاجه اسمها الانتينال. ناخد حاجه اسمها الانتينال ده بيبقى عباره عن اقراص وبرده ده قرص ثلاث مرات يوميا. ده في طبعا بالنسبه يعني ده كده بشكل اساسي يعني الروشته بتاعتنا. واللي احنا كاطباء تغذيه تعالوا نقول لكم على الجانب التغذوي. يعني احنا دلوقتي لو اتكلمنا وانا الحمد لله رب العالمين الوحيد في الوطن العربي اللي دلوقتي بيتكلم ان احنا نتكلم عن الجانب الطبي بنقول لكم هذا الطب بيقول ايه والجانب الطبيعي اللي احنا نقدر مفيش حد يقول لك الجانب. يعني انت في حاله مثلا وليكن ليس متاح شيء طبيعي موجود عندك في البيت او كده او مضطر تاخد مثلا دواء معين او كده ساعتها ماشي خد ما مشكله. انا قلت لك اهو الحاجات اللي بتتكتب في الروشته والعياده. لكن وطبعا مش بهمل دور الطبيب لا روح لدكتورك وتاكد بنفسك ان الدواء ده مناسب ليك او مش مناسب ليك. ده من اللي انا اتكلم فيه. لكن تعالوا نتكلم عن الحاجات الطبيعيه اللي موجوده في كل بيت اللي احنا نقدر نستخدمها تكون بديل طبيعي. بصوا يا جماعه ما نيجي نتكلم عن حاجه اللي نقدر نقول عن حاجه مثلا كمضاد حيوي طبيعي ممكن نقول في مكملات غذائيه موجوده في الصيدليات نقدر نقول ان هي تشتغل كمضاد حيوي وكمسكن في نفس الوقت. يبقى احنا بنختزل اتنين في واحد بنختزل المضاد الحيوي وبنختزل المسكن مع سيبروفلوكساسين ممكن نختزلهم في مكمل غذائي موجود في الصيدليات والماده الفعاله مستخرجه من الكركم اللي هو الكركمين. الكركمين ده عباره عن موجود على هيئه باودر او على هيئه كبسولات ودي بتبقى عباره عن كبسوله ثلاث مرات يوميا ودي هتبقى طبيعيه يعني تبقى اكثر امانه. ولو انت بنتكلم شويه بنتكلم عن الكركمين اللي موجود في البيت عندنا. لكن لو انت عايز تاخد تركيزات عاليه بنسب محدده ممكن تاخد الكركمين كمكمل غذائي موجود في اصناف كتيره جدا موجود. يبقى احنا كده اختزلنا المضاد الحيوي والمسكن من خلال السيبروفلوكساسين كمضاد حيوي ومن خلال المسكن اللي احنا قلنا حاجه طبيعيه ممكن ناخدها. او ان احنا بقى نركز في الحاجات مثلا المضادات الحيويه. افضل ثلاث مضادات حيويه على الاطلاق موجوده في الثوم موجوده في البصل موجوده في الكركم. يبقى ثلاث حاجات كده من الطبيعه نقدر ان احنا نستخدمه بشكل يومي. حتى الناس اللي بتجي لها بشكل مستمر تعرف كويس قوي طبق السلطه خماسي الالوان. وما نيجي نتكلم عن طبق السلطه خماسي الالوان بنتكلم عن خمس الوان رئيسيه مش عايزين نخش في مواضيع مختلفه ارجعوا للحلقات اللي فاتت. يبقى احنا كده تكلمنا عن الكركمين. تكلمنا عن حاجه للترجيع. لو عايزين نتكلم عن حاجات للترجيع فعاله وتخلصنا من الغازات اللي موجوده وان هي برده تكون مضاد للقيء طبيعي ممكن نتكلم عن اليانسون.
اليانسون والزنجبيل. يعتبر اليانسون والزنجبيل من ضمن الحاجات الفعاله جدا، وحتى في مكملات غزائيه لليانسون زي الانايس مثلا، حاجات موجوده في الصيدليات كمكملات غذائيه، يعني كمكملات غذائيه نقدر ان احنا نستعملها لو احنا عايزين ناخدها من الصيدليه. تمام خلاص، او خدها اعمل لك كوبايه يانسون ولا زنجبيل، يبقى انت كده بتحد من اصل المشكله، وحاجه طبيعيه مش هيكون لها اي أثر.